هاي جايز واهلا وسهلا فيكم بفلوجمس داي 14. مش من زمان صورنا فيديو سوا وعملنا طبخة بلا وصفة فكتير حبيتوه، واليوم قررنا نعمل بارت 2 بس يكون خاصه بكريسمس. كتير محمسة. فالشي اللي رح نعمله هو سينمون رول. كتير طيبة، ان شاء الله تزبط. ان شاء الله تزبط. هلا انا مش عملتها حتى مع وصفة ولا انا، فما بعرف ابدا كيف رح نعملها بلا وصفة، بس تعرفوا شو رح نجرب. فهلا نحن قدام السوبر ماركت، رح ننزل نجيب اغراض، ما بعرف شو حنجيب، وبنشوفكم بالمطبخ. رجعنا من السوبر ماركت، جبنا اغراض، رح نفرجيكم شو هن ورح نبلش بالريسبي. ما بعرف شو هي الريسبي، ريسبي من راسنا. اول شيء جبنا حليب، بيض، خميره، قرفه، زبده، كريم تشيز، طحين، وسكر اسود. ولقينا شيء تنعمله مور كريسمسي اللي هو هولي، رح نلون السينمون رول، نعملهم يا احمر يا اخضر بعد ما قررنا. انا بقول نعمل اثنين بس هلا بنشوفها. انا حاسه انه كثير معجق اذا عملنا اخضر واحمر. هلا بنشوف، رح نبلش. عنا هون بول، ليتس ستارت. اول شيء لازم اكيد نبلش بالخميره، لازم نكون عم نغذيها. اوكي، هي بدها تمبرتشر 37 لمثل الشخص، سويت بلومز، فبدنا نحط لها حليب سخن دافئ مش سخن، احسن ما نقتلها. كمان السكر تكبر تتغذى. انا دايما بحس انه هول الفيديوز انا بس قاعده وعم بعاون مثل ما جايال بتقول انه نعمل. بعرف من امي. اوكي، فور سم ريزن ما بعرف ليه ما عم تفتح هذا الحليب، فمضطرين تو امبروفايز. سو رح نحط 1 كب حليب ونسخنه مثل ما قالت جايال. ليه؟ ما كثير كثير معبايه. او ماي جاد، بس مش رح عليا. ايه اكيد لا. اوكي رح نسخنها شوي بالمايكروويف. ما بدي. حطيت الخميرة؟ لا لا، بدك تسخنيها قبل شوي. اوكي. I am so stupid. اوكي رح افتح هي تبع الخميرة. هلا انا عم بوثق بجيال، بس انا حاسة انه ملعقة كبيرة كثير. حط السكر دغري كمان. قد ايه بدي احط سكر؟ بنحط قدون؟ قدون؟ ملعقة واحدة. I think إذا جمدوا يعني حانيهم. حلو كثير. بلشنا نسخن. الخميرة تسبيس كثير كمثل شخص. بدو حنين وحب ودفى، مشان هيك نحن حطينا الحليب السخن. انا بدي حنين. باسم وير ار يو؟ مش كثير ظابطين مبينين، بس رح نتركهم على جنب هلا ونشوف شو وضعهم. رح نبلش بالعجينه هلا. اول شيء رح نحط طحين. بنحط شي 3 كبايات، 4، بحس 4 لكمية الخميره اللي عملناها. 4 كبايات. اوكي يلا 4 كبايات. بحس رح نطعم كل العيله. ايه ايه. اوكي 1. لا إذا شايف عم يحضرنا سوري كثير كتار. لا اوكي اني رح نتخطى. بدنا نحط هلا شيء ثاني، بيض او بتر؟ بتصور بنحط الزبده والبيض والسكر سوا كلهم وبعدين نخفقهم، بعدين نزيد طحين شوي شوي. اوكي هيدي اكيد بدنا اول شيء ندوبها. قد ايه بدنا نحط؟ شيء نص كبايه. اوكي انا ماشي مع جوا هالمره، بحقنا نشوف قد ايه نص كبايه بالجرامز. ايه فينا. لا 85 جرام. حط 90 هولي 200. بنحط نص، شوي اقل من نص. سخنا سخنا الزبده. بنزيد عليهم بيض؟ ايه لازم نحط بيض، ما بعرف ليه حاسه انه لازم نحط بيض، اتليست وحده يعني، بس نقول انه حطينا وحده او اثنين. اثنين اثنين؟ يلا اثنين. اوه شفتين زبدونيك زبطت، جايز زبطت الخميره وعندها صوت. كيف يعملون الناس بايد واحدة؟ جربي. جوه جوه. اوكي لا. هلا بدنا نزيد الخميرة عليهم. هلا؟ اوكي. اوكي شو بعد في شيء بدنا نحطه؟ خلينا نفكر كثير منيح. زبدة، خميرة، سكر. حطينا بيض، بفتكر بيه خلص. ايه خلص. اوكي بنبلش بنزيدهم هون. بس يمكن نزيدهم هون. كمان شوي هون بعدين نقلهم. اوكي يلا. اوكي. ما منزيد شيء هيك فانيلا بلكي ملح رشه على صحه السلام. ايه هيك بس هيك. okay. انه نحن رشينا انه ولا مره عامله شيء بيكنج وهيك بلا شوية ملح اتليست. لا بلا ما بنعرف شو عم نعمل. رائحة غريبة جدا، في بوتنشل انه تكون ظابطة. جوا نو، بس ما اخذتنا شيء وقت. لا ليك بس كيف كثير. هلا بايدك ما في مجال تتبرعي. أو أنا بقلوس.
لا انا شو بلوفز انا اوكي ليه عم تزيدي؟ لا بس منيحة مبين انه لا شاطرة اكيد يا ما حطينا لون هلا بنزبط لون واحد احمر جوا خلينا ناخذ لونين مش حلو لا حلو. مش حلو انا بعرف كيف اعمل اذا بتعرفي اوكي خلاص ريد او جرين خلاص اوكي انا بقول ريد اوكي هلا هذا الشيء كان المفروض نعمله قبل نسينا معلي نسينا رح نحط احمر تصير البن حمرا بدك تقفيها او ماي جاد جايز انا الاسستنت تبع جايل مثل العادة ويل بينك اتز اوكي بس اتس ستيل كيوت بس حبيت الماربل اوكي جوا منا طايقة فكرة الماربل بلا حبي بس عم فكر انه ان شاء الله تروح عن الماربل اه بتروح اوكي خلص انا برايي هلا نتركها يا ات لوك سو جود هلا بدنا ننطر شوي العجينة تنفخ okay. رح نعمل ايسينج بهالوقت هيدا الصوص البيضة اللي بنحطها فوق رتبنا شوي بس كنا نسين انه لازم نعمل الحشوة فرح نعمل الحشوة والكريم اللي فوق قررنا نعمل حشوة بالاول لان كثير اهين نعرف انه فيها براون شوجر زبدة انا ما كنت عارفش انه لازم يكون فيها زبدة بس جاي قال سو ذات يو كان سموذ ات ايه ما كنت عارفة بس ما كنت عارفة مع باودر قد ايه بنحط سكر؟ كباية او كباية ونص اثنين انا حاسة انه اثنين كثير اوكي خلص واحد هلا القرفة قرفة شي ملعقة ملعقتين اوكي ملعقتين هاي 1 2 بنحط هيك شوي زيادة ان شاء الله تطلع طيبة اوكي هلا زبدة قد ما احط نص كباية مثلا منيح نص كباية نص كباية يعني كم جرام يعني نص كباية مش قد ما حطينا قبل بلا يعني بنحطها كله ايه اوكي كبر يس واو اوقات بحس حالي عجينة بدي احط حنان بس كتير زبط حطيني شوي بالمايكروويف دابت الزبدة ليت سبريد ا ليت ريحته كتير طيبة ريحته كتير زبدة قولي نصاحة مالي اوووو عن جد يوم كتير بتشهي صار وقت نعمل الايسينج اوكي بنعرف انه فيها كريم تشيز باودر شوجر شو بقى؟ بس اذا عايزين شوية فانيلا رشة ملح بحس بنحطها كلها بنحطها كلها وانا حسيتهم حتى قليل بركي ساعتها بنزيد شوية زبدة ايه فينا نزيد زبدة لانه هو انه زيت السيستم ما بعرف اذا بدها زبدة يلا بنحط اوكي بدك نحط باودر شوجر قدرنا نحط شي كبيتين ايه بدنا رشة ملح فانيلا كنا فاكرين حالنا خلصنا بس كنا ناسين انه رح نرجع نعملها اخضر للايسينج فرح نحط نقطة اصفر ونقطة ازرق طيطلعوا اخضر لانه ما لقينا وحدة خضرة هيك رح حط شوي وبعدين نشوف شو بيطلع منيحة لا حط خضرة هلا بي رايت باك بدنا نحط هلا العجينة نعملها نمدها نمدها او ماي جاد كيوت ماتت الكاميرا تبعيتي فهلا عم نصور بكاميرا جايه anyway صار وقت نحط الحشوه حشوه عم بتمد منيحه ايه لا كثير منيحه حماس جايز حماس كثير هيك ريحتهم كريسمس لانه قرفه ريحته كريسمس do you want to roll you do it يلا I do it yeah hashtag impressed كثير جوا شدت اكثر اكثر؟ yeah ما تفرط كثير مبينه حلوه ليكي لازم نحط شيء parchment paper او شيء ازبط او ماي جاد كثير مهضومين عن جد ان شاء الله يساعوا they look okay they look good okay good بفتكر كثير زابطه انا كمان شوفوا رح نحطهم هلا بالفرن شيء ثلث ساعه هيك شيء بنصير نشوفهم هلا وبنقول لكم قد ايه رح ياخذ وقت وبنرجع صراحه جعت كثير بيشحوا كثير بيشحوا اوكي يلا باي جايز جايز خلصوا ريحتهم بتعقد يعني رح نحط لكم الريسبي بحس ناكل كل الصينية ان شاء الله بليز يكونوا طيبين او ماي جاد هلا بدنا نحط الايسينج على السينمون بونز هيك او ماي جاد ذيس از سو جود او ماي جاد انا كثير فخوره فينا بدك نعيط لباتر وقال له يس ريتنج على الشكل وعلى الطعمه انا ريتنج بعطيها 10 صراحه اوكي عندنا هون باتي رح تعطينا كمان ريتنج هسه حلوه قد بتعطيها على 10 كشكل مهضومه كشكل قد بتعطيها على 10 كثير مهضومه كثير حلوه على 10 ايه فيها 8 بس إلودي لا شكليا كثير حلو يام يام طيب حقلك شيء انه هيك شكلها اكثر من 8 هلا بدنا ندوق بدنا ندوق اوكي شوي سخنه فانتبه بقول اعمل حرقه
لك شيء انه ريحتها كثير طيبه، يعني ريحتها فيها 10 على 10. ما انا من جامعه 10 على 10. من جوا عطي هيك البينكش، ايه يعني حلو هالشيء. طيبه عن جد؟ ايه عن جد. اوكي خلينا ندوق. طيبه طيبه كثير ناجحه عن جد. كثير طيبه. اوكي خلاص مش طيبه ابدا. كثير طيبه اكيد. حاسه حالي توب شيف. بدي اقول شوي ثقيله بس ما عم بقدر. يا ريت فيك تذوقي حبيبي. فيك تحطي لها شويه هيك سينمون اون توب بعد. لا صراحه كثير طيبه. في ناس بحطوا سينمون بقلب العجينه، نحن ما حطينا. هذا اطيب دسير انا عملته بركي بكل حياتي. انا بعطيه ليتلي انا بعطيه 11 على 10 هالقد طيب. العجينه كثير زعطره. كثير خايفه ما تكون زعطره. لا برافو. ما عم نبالغ قديش طيبة، فرح نحط لكم الريسيبي بالديسكريبشن، بليز فوتوا جربوها. ضروري جربوها. عملوا لنا تاج على الستوريز بس جربوها لأنه ضروري تشوف. على فكرة جايز انتوا عملتوا البراونيز وجربتوها صح، وصراحة أنا ما توقعت هالقد عالم تعملها. ايه هيدي أطيب من البراونيز بكثير 200,000 مرة، سو عم بتخيل إن كلكم رح تعملوها إن شاء الله. Thank you so much for watching. Thank you لأنك معنا اليوم. Thank you for inviting me over. إذا حبيتوا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وبشوفكم بكرة. باي. It's so good. عن جد طيبة. برافو صبايا.